الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان العظيمة. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. أعزائي المستمعين، أولت الأوساط الغربية اهتماما كبيرا بعمان وبشؤونها المختلفة وبأوضاعها في مختلف الأصعدة، خاصة في عهد السيد سعيد بن سلطان الذي امتدت سنوات حكمه منذ عام 1806 وحتى عام 1856 كأكثر حكام عمان من حيث عدد سنوات الحكم. وبالتالي كانت هذه الفترة الطويلة مليئة بالكثير من الأحداث الخاصة بعمان وبتاريخها في عهده. لذلك مستمعينا الكرام، عمدنا من خلال هذا البرنامج إلى توسيع الحلقات التي تتناول تاريخ عمان في عهد السيد سعيد، نظرا لغزارة المعلومات وكمية الأحداث المرتبطة بهذا الجانب طوال 50 سنة من فترة حكمه. لذلك نتطرق ابتداء من حلقة اليوم إلى موضوع مهم وشيق بإذن الله، وهو الانطباعات والآراء التي دونت بواسطة الشخصيات والرحال الغربيين الذين زاروا عمان في عهد السيد سعيد بن سلطان، سواء في الشق الآسيوي المتمثل في مسقط أو في زنجبار الشق الأفريقي، أو ما نقول عنه مقر إدارة الممتلكات الأفريقية للسيد سعيد بن سلطان. أعزائي المستمعين، احتوت هذه الانطباعات على الكثير من الجوانب المتعلقة بشخصية السيد سعيد والتي تستحق أن نتوقف عندها، وبالعديد من الأمور الخاصة بوضع عمان في عهده وسياساتها الداخلية والخارجية، مما يعني بأنها مصدر خصب لكتابة تاريخ عمان في عهد السيد سعيد بن سلطان. عليه مستمعين الكرام، وبإذن الله من خلال 3 حلقات قادمة متتالية سنناقش الانطباعات والآراء التي دونت بواسطة الغربيين أو الرحالة. وعليه يسرنا أن نرحب بضيفتنا في حلقة هذا البرنامج من هذا الموضوع، روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان، طبعا في الجزء الأول. نرحب بضيفتنا الفاضلة أمل بنت سيف الخنصورية، الباحثة في التاريخ العماني والتي صدر لها مؤلف بعنوان عمان في كتابات الرحالة الأوروبيين في القرن 19. أهلا بك أستاذة أمل. أهلا أستاذ أحمد، بارك الله فيك. وأيضا نرحب بكم أنتم أعزائي المستمعين على مدار ساعة كاملة من الوقت في برنامج من التاريخ العماني، آملين أن نمدكم بمحتوى تاريخي جديد ومثري إن شاء الله. حياكم الله. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. روايات غربية عن عمان.
والسيد سعيد بن سلطان. الجزء الأول. نعود وإياكم مستمعين الكرام في برنامج من التاريخ العماني، وننطلق مع أولى محاور حلقتنا لهذا اليوم في جزئها الأول. نذهب إلى المحور الأول الذي يتحدث عن الفترة ما قبل حكم السيد سعيد بن سلطان، ونتساءل في البداية هكذا بوابة لحديثنا وحوارنا أستاذة أمل، نتساءل عن دوافع الرحلات الأوروبية إلى عمان. بالنسبة لدوافع الرحلات الأوروبية إلى عمان، نجد بأنها اختلفت وتنوعت على اختلاف الرحالة الذين جاءوا إلى عمان، فمنهم من أتى بدافع اللي هي النزهة والترحال، بينما جاء آخرون من أجل اللي هي القيام ببعض الأنشطة سواء الاقتصادية أو السياسية. يمكننا تقسيم الدوافع أو الأهداف التي جاء من أجلها هؤلاء الرحالة إلى دوافع سياسية استعمارية، فقد قامت مجموعة من الدول الأوروبية وأمريكا بإرسال عدد من الدبلوماسيين إلى عمان، وتحديدا في فترة السيد سعيد بن سلطان، نظرا لرغبتها في إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية خلال هذه الفترة. فكانت هذه الدوافع بحت اللي هي استعمارية بحتة. هناك أيضا دوافع اقتصادية، وهي الرغبة في عقد علاقات اقتصادية مع عمان، خاصة وأن عمان تتميز بموقع استراتيجي يطل على ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأيضا وجود مضيق هرمز في المنطقة، مما دفع بهؤلاء الرحالة والدبلوماسيين إلى اللي هي الإصرار والرغبة في عقد العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الثروات، وتحديدا اللي هي الرغبة في السيطرة على الطرق المؤدية إلى منطقة المحيط الهندي والسيطرة على تجارة التوابل. هناك مجموعة أيضا من الرحالة قدموا إلى عمان اللي هي رغبة في نشر الدين المسيحي، فنجد بأن نشطت في هذه الفترة اللي هي الحركات الاستشراق، الرغبة في اللي هي نشر الديانة المسيحية، وأيضا العمل على اللي هي القضاء على الدين الإسلامي. بينما أن هناك اللي هي بعض الرحلات الأوروبية أراد من خلالها الرحالة الأوروبيين مثل ما ذكرت، هي مسألة فقط اللي هي عملية الترحال، عملية اللي هي القيام باللي هي النزهات والرغبة في التعرف على اللي هي أراضي جديدة. إذن تعددت دوافع، نعم تعددت هذه الرحلات ما بين السياسية والاقتصادية، ولكن كان يجمعها النفوذ، محاولة البحث عن نفوذ أكبر، صحيح. بالإضافة إلى النزهة وأغراض التنصير. طيب، نتحدث عن أهمية دراسة هذه الأوصاف أو الأقوال التي جاءت من قبل الرحالة والشخصيات الغربية. بالنسبة للأوصاف أو اللي هي الانطباعات التي تركها هؤلاء الرحالة تحديدا عن عمان، نجد بأن أهميتها تكمن في أن التاريخ العماني تمت كتابته من قبل طبعا اللي هي أصحاب المذهب الأباضي، فنجد بأن كتاباتهم تركزت على الكتابات الفقهية. صحيح بأنهم تناولوا اللي هي الحياة الاجتماعية، الحياة الاقتصادية، وأيضا اللي هي تطرقوا للنواحي السياسية، ولكن لكتابات الرحالة الأوروبيين أو حتى الرحالة الغربيين بشكل عام، نجد بأنها جاءت اللي هي جاءت شاملة للي هي الوصف الحياة. صحيح أنها لم تكن يعني تحاكي الواقع أو تحكي اللي هي تصف المظاهر الحياة سواء الاجتماعية والاقتصادية بصورتها الحقيقية، ولكنها تركت لنا كما هائلا من المعلومات التي استطاع الباحث فيما بعد الاستفادة منها في كتابة اللي هي الكثير من الأطروحات والكثير من الرسائل التي طبعا اللي هي طرقت أو وجدت مجالا للبحث في الفترة اللي هي اللاحقة لمجيء هؤلاء الرحالة. جيد، وربما هي يعني قراءة الطابع العماني أو الشخصية العمانية من عيون الآخر هذا أيضا. صحيح، ولكنها كانت اللي هي في بعض الكتابات أو بعض الانطباعات نجد بأنها كانت اللي هي تمثل النظرة الدونية للمجتمع العماني أو بالنسبة للشرق بشكل عام. طيب، هل كان الحديث
أو هذه الأقوال التي أتت من خلال شخصيات أتت في رحلات أو زيارات معينة لعمان، هل كان حديثه ماذا منصفا لعمان أو محاكيا للواقع على الأقل؟ بالنسبة لهذه الكتابات نجد أن في بعض الكتابات كانت محاكية للواقع، تصف المجتمع العماني، لكن مثل ما ذكرت أنها لم تكن في بعض الأحيان منصفة، لأنها صورت الإنسان العماني أو الإنسان الشرقي بشكل عام، اللي هي بنظرة أن الإنسان الجاهل الإنسان الأمي، فنجد بأنهم كانوا يرون من الغرب بأنهم أتوا إلى عمان أو أتوا إلى الشرق بهدف أن يأخذوا بأيدي اللي هم بأيدي العمانيين وأن يدفعوهم إلى المدنية وإلى الحضارة التي يفتقرون إليها. طيب، كيف يمكن أن تكون كتابات الرحالة والشخصيات الغربية مصدرا لكتابة التاريخ العماني في فترة معينة؟ وأنت ذكرت هذا في وقت سابق، صحيح، ولكن نتعرف على هذا التفصيل أكثر. بالنسبة للاتخاذ أو اعتبار كتابات الرحالة الأوروبيين مصدرا من مصادر التاريخ العماني، مثل ما ذكرت بأن التاريخ العماني ركز فقط اللي هي كتابات وركزت على اللي هي تفاصيل اللي هي المذهب الإباضي فقط، لكن بالنسبة لهذه الكتابات مثل ما ذكرت تناولت الحياة الاقتصادية بتفاصيلها، الحياة الاجتماعية، تركت أيضا لنا وصفا مثلا للموقع الجغرافي، تركت لنا وصفا للتفاصيل للحياة الفطرية أو الحياة النباتية، فنجد بأن مثلا أحد هؤلاء الرحالة وهو رحالة فرنسي اللي هو إلوا ترك لنا 250 عينة من النباتات البرية التي جمعها من داخلية عمان. جميل. فقط، فنجد بأن هذه الكتابات مفيدة جدا بالنسبة لعلماء اللي هي البيولوجيا والأحياء، نجد أيضا أنهم ذكروا لنا اللي هي الأحداث التاريخية بتفاصيلها، توثقوا أيضا لنا اللي هي علاقات عمان سواء السياسية أو الاقتصادية مع غيرها من الدول، سواء كانت فرنسا أو بريطانيا أو فرنسا أو غيرها طبعا من الدول الأخرى. جميل، ربما يعني هذا يوضح أكثر أهمية المكان وغرابته بالنسبة للقادم من البعيد أكثر من صاحب المكان نفسه. الآن نتساءل أستاذة أمل بنت سيف الخنصورية، نتساءل عن بداية هذه الرحلات الأوروبية، متى انطلقت إلى شبه الجزيرة العربية والخليج؟ بالنسبة لبدايات الرحلات الأوروبية إلى الخليج وإلى شبه الجزيرة العربية، نجد بأنها انطلقت طبعا منذ مطلع اللي هي القرن اللي هو العصر الحديث، ممكن أن مثلا نحددها بالقرن اللي هو 15 الميلادي، وذكرت اللي هي ظهرت الكثير من الرحلات إلى اللي هي إلى نجد وأيضا إلى الحجاز وغيرها من دول الخليج كالبحرين والكويت، وذكروا تفاصيل كثيرة لهذه الرحلات، وخاصة أن هذه الرحلات مثل ما ذكرت أنها تؤرخ للحياة أو اللي هي للعلاقات السياسية ما بين اللي هم حكام منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية مع غيرها من الدول الأوروبية. طيب، نتساءل أيضا عن وضع منطقة الخليج، هل كانت عمان هي الأوفر في كتابات هؤلاء الرحالة؟ وإذا كان يعني هنالك كتابات في مناطق أخرى إلى جوار عمان، فما هي هذه المناطق الأخرى التي حظيت باهتمامهم؟ بالنسبة لكتابات الرحالة الأوروبيين عن عمان، نجد بأن عمان نالت نصيبا وافرا من كتابات الرحالة الأوروبيين، إلا أنها لم تكن الوحيدة التي اللي هي استهوت الرحالة الأوروبيين وأيضا اللي هي أتوا إلى منطقة الخليج، وإنما كانت مثلا اللي هي منطقة النجد والحجاز كانت أيضا من ضمن المناطق التي استهوت الرحالة الأوروبيين، خاصة لهم كانوا هدفهم الأساسي مسألة التنصير، فمنهم من تنكر وأعلن إسلامه من أجل الوصول لغاية وهدفه وهو النشر دين المسيحي، فنجد بأنهم اللي هم ذهبوا إلى منطقة مكة وأيضا مدينة منورة وعاشوا فيها واستقروا فيها لسنوات، وذكروا أيضا اللي هي تفاصيل دقيقة جدا مثلا للحرم المكي وأيضا للمدينة وللمشاعر المقدسة. جميل، يعني تختلف التوجهات في هذه الرحلات الأوروبية، ولكنها بالتأكيد كان لها أثر تاريخي جيد في التوثيق على الأقل. صحيح. نتطرق أستاذ أمل إلى أبرز الشخصيات والرحالة الغربيين الذين كتبوا عن عمان ومسقط قبل فترة حكم السيد سعيد بن سلطان، ولعل أبرزهم الدنماركي نيبور
الذي كتب الكثير عن عمان في رحلته إلى الشرق على الرغم أنه لم يزر عمان. صحيح. فماذا كتب عن مسقط تحديدا؟ بالنسبة لي الرحالة الدنماركي نيبور غادر من أو جاء من الهند على ظهر مركب تابع لشركة الهند الشرقية الإنجليزية في عام 1764 ميلادي، توقف في مسقط لمدة أسبوع فقط حتى اللي هي يستقل مركبا يقيله إلى البصرة، ومن ثم ذهب إلى بلاد الشام، واتخذ لنفسه اسم اللي هو الحاج عبد الله حتى يضفي على نفسه اللي هي نوع من الهالة والقداسة الدينية، وحتى يدمج نفسه في المجتمع المسلم. بالنسبة لي الكتابات أو اللي هي الأوصاف التي ذكرها نيبور، نجد بأنه كتب عن النشاط الاقتصادي لمسقط، ذكر اللي هي الأنشطة الاقتصادية التي كان يمارسها السكان، تطرق أيضا إلى نظام الحكم السائد في تلك الفترة، كما أنه أرخ للعلاقات التي كانت اللي هي تربط ما بين عمان وما بين اللي هي دولة اليعاربة، وأيضا تفاصيل الغزو البرتغالي وكيف أن العمانيين قاموا بإجلاء البرتغاليين في عهد الإمام اللي هو سلطان بن سيف، بالإضافة طبعا إلى اللي هي بدايات أو نشأة الدولة البوسعيدية. هنالك أيضا إشارات لمسقط عند نيبور، حيث ذكر سوقها بأنها سوق قديمة كانت محط الكثير من البضائع القادمة من شرق إفريقيا، من بلاد فارس، من الهند، وعدها من أقدم الأسواق العربية. وأيضا تحدث عن تفاصيل استدعاء السيف بن سلطان للنادر شاه، وتفاصيل أيضا اللي هي قيام الإمام أحمد بن سعيد بتحرير عمان من الفرس. جميل. واعتمد على خلفية تاريخية قديمة فقط. طيب سواء اعتمد على خلفية تاريخية أم أنه أرخ لذلك عن معرفة شخصية حقيقية، نتعرف على وصف حكم الإمام أحمد بن سعيد من خلال نيبور الدنماركي. بالنسبة لما قاله نيبور عن حكم الإمام أحمد بن سعيد، فذكر بأن بعد توليه الحكم أقام العدل في الرعية دون ما تمييز لعرق أو دين أو حسب أو نسب. تطرق أيضا لسياسة التسامح التي سادت عمان في عهد الإمام، ذكر بأن عمان كان يعيش فيها مجموعة من الطوائف الدينية وفي مقدمتها البانيان، حيث ذكر بأن البانيان الموجودين في مسقط تحديدا تكاد أنك لا تحصي عددهم، وهذا دليل طبعا على آلية كثرة الهنود البانيان أو الهندوس في مسقط. ومن ضمن سماحة أيضا الإمام أحمد أنه سمح لهم بإقامة معابد خاصة بهم يمارسون فيها شعائرهم الدينية دون مضايقة من العمانيين. طيب إذن هذه كانت وجهة نظر الدنماركي نيبور. أيضا كان أيضا ذكر بأن للإمام كان قوية الإرادة، كانت إرادته حاسمة، وأن من ضمن أيضا المظاهر حكم الإمام أحمد إليها سيادة الأمن والأمان في البلاد، بدليل أن البضاعة أو البضائع كانت تترك في السوق دون رقابة ودون حراسة. طيب إذن كان هذا حديث الدنماركي نيبور عن الإمام أحمد بن سعيد. الآن نتطرق لحديث نيبور عن أهل عمان، يذكر أن هناك الكثير من الكلام الإيجابي الذي ذكره عنهم، ما الذي يقول نيبور في هذا الشأن؟ بالنسبة لحديث نيبور عن العمانيين، فقد وصفهم بأنهم من أمهر الملاحين في شبه الجزيرة العربية، وبأنهم يمتلكون عددا من المراكب التي تحمل البضائع إلى كافة الأقطار، فسفنهم كانت تصل إلى البصرة وإلى جدة، وأن هناك نوع من السفن كان يطلق عليه سفن لترانكي، كانوا يمتلكون 50 سفينة من لترانكي. وبالنسبة للترانكي هي عبارة عن سفن صغيرة ربطت ألواحها ببعضها البعض دون مسامير. ذكر أيضا بأن التجار بما أنهم من أمهر الملاحين فمن الطبيعي أن يكون طبعا نشاطهم واللي هو نشاط التجارة، فكانت التجارة رائجة في تلك الفترة، بالإضافة أيضا إلى شهرتهم بالزراعة، حيث طبعا كان يزرع العماني الكثير من المحاصيل الزراعية، والتي بالإمكان طبعا اللي هي أن نعتبرها أنهم كانوا اللي هي أو وصلوا إلى مرحلة الكفاف، ومن ثم قاموا بتصدير بعض أيضا المحاصيل
الزراعية وفي مقدمتها التمور. جميل. ربما هو التساؤل الأخير في هذا المحور، المحور الأول، ونحن نتحدث عما قبل فترة حكم السيد سعيد في موضوع روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان. هذا التساؤل، يعني ربما نحن تحدثنا عن الدنماركي نيبور هنا، ولكن ذكرنا بأن هناك رحلات أوروبية كثيرة، نتساءل هل هناك رحالة آخرون زاروا عمان قبل فترة حكم السيد سعيد؟ بالنسبة للرحلات قبل عهد السيد سعيد بن سلطان، نجد بأن في غالبيتها كانت اللي هي طبعت بالطابع السياسي، فنجد بأن أغلب هذه الرحالة أو الرحلات كانت رحلات دبلوماسية، كان في مقدمتها ومن أشهرها اللي هي زيارة جون مالكوم في عام 1800 في إطار رغبة بريطانيا اللي هي توقيع اتفاقية أو معاهدة الصداقة مع عمان في عام 1800. طيب، إذن هذا كان تساؤلنا الأخير مستمعين الكرام في محور حلقتنا الأول ما قبل فترة حكم السيد سعيد، في الجزء الأول من موضوعنا روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان. نذهب وإياكم بعد قليل مستمعين إلى المحور الثاني، والذي سنتحدث فيه عن فترة حكم السيد سعيد بن سلطان. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان، الجزء الأول. إذن نذهب إلى المحور الثاني مستمعينا الكرام، المحور الثاني الذي خصصناه للحديث عن فترة حكم السيد سعيد بن سلطان، والذي نتطرق فيه لملاحظة كثرة الشخصيات التي وفدت على عمان في عهد السيد سعيد بمختلف اهتماماتها. على ماذا يدل ذلك من وجهة نظرك أستاذ أمل؟ بالنسبة لي كثرة الرحلات أو الزيارات التي جاءت إلى عمان في عهد السيد سعيد بن سلطان، نجد بأن هذه الفترة اللي هي فترة حكم السيد سعيد تميزت في رغبة الدول اللي هي في عقد علاقات سياسية مع عمان، بسبب اللي هي مسألة التنافس الاستعماري بين هذه الدول ورغبة كل دولة منها في اللي هي عقد علاقات أو معاهدة مع عمان. فنجد بأن حدثت اللي هي تم عقد معاهدة ما بين عمان وبريطانيا في عام 1800، كان أيضا في فترة سابقة في عام اللي هو في عهد السيد قبلها بعامين حتى عام 1800 اللي هي 1798. أيضا اللي هي رغبة فرنسا أو اللي هي فرنسا أيضا أرادت عقد اللي هي معاهدة في عام مع عمان، كان ذلك في عام 1844. أيضا عقدت الولايات المتحدة مع عمان علاقات صداقة في عام 1833. أيضا كانت هذه الفترة وتميزت بانتعاش اقتصادي لعمان ومسقط تحديدا في هذه الفترة. نجد أيضا اللي هي ما شجع على هذه الرحلات والزيارات هي ما تمتع به السيد سعيد بن سلطان من شخصية متسامحة. أيضا مد اللي هي التسامح الذي عرف به السيد سعيد مع كافة الطوائف والأديان هي من شجعت على اللي هي لقدوم الكثير من الرحلات، الكثير من السفن التجارية. يعني شخصية السيد سعيد بن سلطان، وهذا كان أحد موضوعات برنامج من التاريخ العماني في حلقات سابقة، هذه الشخصية التي كانت إلى جوار جميع التوجهات والأعراق والمعتقدات والأفكار مهما اختلفت كان يرحب بها، وهذا الأمر انعكس على طابع إمبراطوريته الممتدة من شرق أفريقيا إلى الشق الآسيوي المتمثل في عمان الأم. بعد هذا التمهيد أستاذ أمل، نتطرق إلى فترة حكم السيد سعيد، ونبدأ أولا بفيزيانزو موريزي أو ما يعرف بالشيخ منصور، والذي كان يعد بمثابة الطبيب الخاص أو الطبيب الشخصي للسيد سعيد، وله كتاب بعنوان تاريخ السيد سعيد سلطان عمان، ومعه تاريخ الشعوب والأقطار على سواحل الخليج العربي، ألفه عام 1810،
ونتساءل أولا عن هذه الشخصية ونتعرف عليها عن قرب أكثر. بالنسبة لشخصية فينزينزو أو فينزينزو ماويرزي الإيطالي أو المعروف بالشيخ منصور، ولد في روما، في روما عفوا، درس فيها ولكنه تركها بسبب تعارض أفكاره مع أفكار عائلته مع الثورة الفرنسية، حيث التحق به اللي هو نابليون. ذهب بداية في ذهب لليونان، عمل في الاستخبارات اليونانية، ومن ثم رحل إلى بلاد الأناضول وعمل طبيبا في البحرية العثمانية. بعد ذلك نجد بأنه قدم إلى المخا كمندوب عن الحكومة الفرنسية. هو في الحقيقة كان جاسوسا للحكومة الفرنسية، ثم انتقل بعد ذلك وتحديدا إلى مسقط في عام 1809، والتحق أو اتصل عفوا بالبلاط السيد سعيد بن سلطان، ومثل ما ذكرت اللي هو عمل طبيبا خاصا للسيد سعيد بن سلطان، وأيضا عرف عنه الاهتمام بالمدفعية، ويذكر على حسب رواياته في كتابه بأنه تولى قيادة القوات العسكرية للسيد سعيد بن سلطان. طيب، نفهم من حديثك بأنه كان جاسوسا ورغم ذلك قربه السيد سعيد بن سلطان على غير معرفة منه وأصبح طبيبه الشخصي أو طبيبه الخاص. وعلى حسب ما يدعي فينزينزو، يعني اللي على حسب الكتابات تقول بأنه كان طبيبا، لكن كأبسط مثال على ادعاء ماويرزي وعدم اللي هو جهله بالطب، أنه حادثة بتر ساقه، يعني شخص وكطبيب بترت ساقه وهو لم يستطع طبعا أن اللي هي يتصرف حيالها أو اللي هي يعطي لنفسه الدواء. طيب، بغض النظر عن ادعائه للطب أو من عدمه، نجد بأن السيد سعيد بن سلطان بداية الأمر لم يكن يعلم أو لم تتضح له الرؤية بأن ماويرزي كان جاسوسا للحكومة الفرنسية. طيب، كيف وصل الشيخ منصور، هكذا يلقب هذا الإيطالي فينزينزو ماويرزي، كيف وصل إلى مسقط أو إلى بلاط السيد سعيد؟ وصل ماويرزي إلى بلاط السيد سعيد بن سلطان، حيث عرض خدماته الطبية على السيد سعيد بن سلطان، ومن ثم عينه السيد سعيد طبيبا خاصا له ولعائلته. طيب، هذا كان في عام 1809. 1809. جيد. كيف اكتسب هذا الإيطالي فينزينزو ماويرزي هذا اللقب الشيخ منصور؟ يبدو غريبا يعني، ولا يمكن أن يطابق شخصية مثله، خصوصا إذا ما كان جاسوسا. صحيح. بالنسبة لاسم منصور، لقبه السيد سعيد بمنصور تيمنا به اللي هو قائد مدفعية السلطان سعيد. طيب، تيمنا وإحياء لذكرى اللي هو قائد المدفعية، حتى الشيخ منصور. طيب، الشيخ منصور. لا بأس. ما أهم ما ذكره الشيخ منصور عن السيد سعيد من الناحية الشخصية؟ بالنسبة لي ما ذكره ماويرزي عن السيد سعيد بن سلطان، ذكر بأنه كان مربوع القامة، حسن التقاطيع، يشع وجهه بشرا، وكان أيضا محبا للعلم والمعرفة، وأيضا كان اللي هي محبا للعدالة والإنصاف، وكان رعيته يحبونه حبا كثيرا نظرا لهذه الصفات الحسنة، حتى أنه كان يعامل عبيده أو الرقيق معاملة حسنة. وبالإمكان كان أن الرقيق في عهد السيد سعيد بن سلطان أن يتولى مناصب عليا في الدولة. كان أيضا يعرف عن السيد سعيد بن سلطان أنه كان كثير المجالسة للأوروبيين رغبة منه في زيادة معارفه والاستفادة أيضا من علومه. جميل. ربما هنالك نظرة أخرى للشيخ منصور، أو نظرة من زاوية مختلفة من خلال الشيخ منصور أو بالتحديد الإيطالي فينزينزو ماويرزي عن السيد سعيد من الناحية الشخصية، ونحن كنا قد تحدثنا عن الناحية الشخصية للسيد سعيد بن سلطان من خلال مذكرات ابنته السيدة سالمة. نذهب إلى تساؤل آخر، نتطرق أو تطرق الشيخ منصور إلى بعض الأمور التي تتعلق بالجوانب الدينية عند السيد سعيد، كيف كان يراه الشيخ منصور؟ بالنسبة للجوانب الدينية التي كان يراها أو لاحظها ماويرزي في السيد سعيد بن سلطان، كانت تتمثل في أنه بداية اللي هي مسألة زيارة
أمه اليومية وباستمرار، استشف من خلالها ليا مدى اللي هي حبه وأيضا صلة الرحم التي كان يتمسك بها السيد سعيد بن سلطان على الرغم من مشاغله. هناك أمر آخر أيضا، أن السيد سعيد بن سلطان كان يتورع عن القيام بأي عمل يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما يتعلق بالسياسة، حتى لو أن أدى هذا أو أدى ذلك إلى اللي هي خسارته مثلا لبعض الصفقات أو اللي هي لبعض الصداقات. طيب، نلفت عناية المستمعين الكرام بأنه سنفرد حلقة خاصة بإذن الله عن شخصية الشيخ منصور أو الإيطالي فيزينزو موريزي وما كتبه عن السيد سعيد والسياسة العمانية في عهده، نظرا لوجود معلومات كثيرة في كتابه تستدعي أن يفرد لها حلقة خاصة ومستقلة، وأيضا نظرا لما يمتلكه من معرفة دقيقة وقريبة جدا من السيد سعيد بن سلطان كونه عمل كطبيب خاص للسيد سعيد بن سلطان. هذا كان آخر تساؤلاتنا في هذا الجانب حول شخصية الشيخ منصور. بعد قليل نعود لكم ونتحدث عن شخصيات أخرى زارت عمان بإذن الله في موضوع حلقتنا روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان. حياكم الله. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان، الجزء الأول. نواصل وإياكم مستمعين الكرام برنامج من التاريخ العماني وموضوع حلقتنا في جزئه الأول روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان. قبل قليل كنا نتحدث عن الإيطالي الشيخ منصور أو اسمه الحقيقي فيزينزو موريزي الذي كان طبيبا شخصيا للسيد سعيد بن سلطان، والآن نذهب إلى شخصية أخرى زارت مسقط في عام 1816 وهو هيود. نعم، نتساءل ما أبرز ما سجله عن عمان وعن السيد سعيد بن سلطان خاصة في الجانب الاقتصادي أستاذ أمل. بالنسبة لويليام هيود زار عمان في عام 1816، نجد بأن مدة إقامته في عمان لم تتعدى الست أيام فقط. نجد بأن خلال هذه الأيام قام بملاحظة مدى شهرة العمانيين بالزراعة، ذكر أيضا اللي هي إعجابه بالرمان العماني وأيضا بمذاقه، ذكر أيضا بأن العمانيون كانوا مشهورين بتصدير الخيول وأيضا تصدير النحاس، بالإضافة طبعا إلى ممارستهم لنشاط التجارة ووصول الأساطيل العمانية في عهد السيد سعيد بن سلطان إلى كافة الأصقاع، اللي هي خاصة أن السيد سعيد بن سلطان في فترة لاحقة لهذا التاريخ طبعا اللي هي انتقل إلى العاصمة الثانية وهي زنجبار في شرق إفريقيا. جميل. ماذا عن الجانب الاجتماعي في كتاباته وأصول السكان في عمان؟ كنت قد تطرقت للحديث سابقا أستاذ أمل بأنه هذه الصورة ربما تكون مغايرة ولكنها تحمل ملامح في غاية الأهمية من قبل الأوروبيين نفسهم، فما هي الصورة التي كان يرسمها ويليام هيود عن الجانب الاجتماعي؟ بالنسبة للجانب الاجتماعي عند هيود فقد ذكر اللي هي الجنسيات أو اللي هي الجماعات التي وفدت إلى عمان والذي شجعها سماحة السيد سعيد بن سلطان والحرية التي أعطاها لهم في ممارسة شعائرهم الدينية وأيضا ممارسة نشاط أنشطتهم الاقتصادية، حيث ذكر بأن عمان وتحديدا مسقط كان يسكنها خليط من الجنسيات كاليهود الفرس الهنود والبلوش والأتراك، بالإضافة إلى اللي هي الزنوج الأفارقة وأيضا العرب. هذه التوليفة من الجنسيات طبعا تعطينا دلالة واضحة مثل ما ذكرت على اللي هي مدى التسامح الذي تمتع به أو تمتعت به هذه الجماعات في ظل حكم السيد سعيد
بن سلطان والعدالة أيضا التي اتصف بها. وهذا يؤكد ما تحدث عنه سابقا الشيخ منصور. نتساءل عن شخصية أخرى أستاذة أمل، بالإضافة إلى ويليام هيود، نذهب الآن إلى سادلير الضابط في الجيش البريطاني، وهو أحد أهم الشخصيات التي زارت عمان في عهد السيد سعيد بن سلطان، وهو صاحب مذكرات عن رحلة عبر الجزيرة العربية عام 1819 الذي وصل إلى مسقط في ذلك العام. نتحدث أولا عن هذه الشخصية، من يكون سادلير؟ بالنسبة لسادلر، هو جورج فورستر سادلر، ورد في اللي هي مقاطعة كورك بأيرلندا الجنوبية في عام 1789 ميلادي. تدرج في المناصب العسكرية، فبداية التحق بفرقة المشاة 47، كما تولى العديد من المهمات، مهمات التدريب في الهند. ونظير قيامه بهذه العمليات أو اللي هي التدريب العسكري على العديد من الأوسمة، خاصة في تدريب الفرق الفارسية. ولكن بالنسبة للمهمة التي جاء من أجلها سادلر، نجد بأنها فشلت. وهذه المهمة تتمثل في اللي هي جمع معلومات استخبارية، والرغبة في اللي هي مسألة التوفيق أو مسألة التصدي للخطر القراصنة في منطقة الخليج العربي والقضاء على أسطورة القراصنة. طيب، إذا بعد حديثك عن أهداف زيارة سادلير أو سادلر، تعددت التسميات والشخصية واحدة، نتحدث عن الظروف التي كانت تمر بها المنطقة والتي استدعت سادلير للقيام بهذه الرحلة التاريخية. بالنسبة للفترة التي جاء فيها أو جاء إليها سادلر للخليج، نجد بأنها تميزت بالتنافس الاستعماري ما بين بريطانيا وفرنسا، ورغبة كلا الدولتين في إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة. نجد بأن بريطانيا في هذه الفترة أرادت القضاء على اللي هي خطر القراصنة في رأس الخيمة، وأيضا العمل على اللي هي كسب الصداقة أو كسب اللي هي العلاقات الاقتصادية ما بينها وما بين السيد سعيد بن سلطان، خاصة أن السيد سعيد بن سلطان في هذه الفترة تميز حكمه بما يسمى بالعصر الذهبي، وهذا ما دعا بالكثير من الدول لعقد الصداقات بفضل اللي هو الانتعاش الاقتصادي التي كانت تمر به هذه المنطقة. وأيضا في هذه الفترة نجد بأن ظهرت أطماع من قبل دول مجاورة لعمان ورغبتها في السيطرة على البلاد. طيب، وصل سادلير مسقط في 13 من شهر مايو لعام 1819، هل تم استقباله؟ وإن حدث ذلك فكيف كان؟ بالنسبة للاستقبال الذي حظي به سادلر من قبل السيد سعيد بن سلطان، فقد تم استقباله بحفاوة من قبله. سادلر في هذه الزيارة وصف أيضا القصر وأرضيته المزينة بالسجاد، وكيف أن تبادل التحايا، وأيضا مدى حميمية السيد سعيد بن سلطان بأنه اللي هي ألقى التحية وسلم عليه بيده. جميل جميل، يعني مشاهد ولقطات يعني سطرها سادلر من خلال زيارته هذه. نتساءل عن أهم الأعمال التي قام بها سادلر أثناء تواجده في مسقط، لا سيما وأنه حظي باهتمام كبير من قبل السلطان نفسه. التقى سادلر بوزير الإمام، بحث معه بعض الأمور المتعلقة بالمهمة التي جاء من أجلها، كما زار أيضا أخو الإمام اللي هو سالم. أيضا في أثناء هذه الزيارة قدمت له الضيافة على الطريقة الفارسية. نجد بأنه من خلال المباحثات التي تمت بين الطرفين، لم تنجح المهمة التي جاء من أجلها سادلر. طيب، ربما الحديث عن مهمة سادلر يأخذنا باتجاه سادلر نفسه، ولكن نعود إلى شخصية السيد سعيد بن سلطان ونقترب منها أكثر، ولكن من عيني سادلر. كيف تطرق سادلر إلى الصفات الشخصية للسيد سعيد بن سلطان؟ لم يختلف وصف سادلر للسيد سعيد بن سلطان عن سابقيه، حيث لفت انتباهه اللي هي السمات الخلقية والخلقية للسيد سعيد بن سلطان.
ذكر بأن هذه الشخصية شخصية مهذبة، وأنه رجل بسيط في مظهره، وأنه رصين الأخلاق، يتمتع باحترام رعايا. جميل. يبدو أن سادلر أيضا واجه مشكلة في السكن أثناء إقامته في مسقط وحصل على مساعدة. صحيح. بالنسبة للسكن، طبعا السيد سعيد بن سلطان أعطى أوامره بتوفير سكن لسادلر، لكن هذا السكن لم يلقى الإعجاب أو لم يحظى بإعجاب سادلر، نظرا لأنه كان متداعي، كان يفتقر للإضاءة، حتى أن سادلر لم يحبذ زيارة السيد سعيد بن سلطان لمقر إقامته أو لسكن فيه. طيب، إذن هذا كان آخر تساؤلاتنا في حول شخصية سادلر في هذا الجانب، وربما هو آخر تساؤلاتنا في حلقة هذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني، ونحن نتحدث عن موضوع روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان في الجزء الأول فقط. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان، الجزء الأول. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من موضوع روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان في الجزء الأول من هذه الحلقة. هذه الحلقة التي تحدثنا فيها على مدار محورين عن أبرز ما كتبه الرحالة الأوروبيون عن عمان وعن السيد سعيد بن سلطان. المحور الأول تحدثنا فيه عما قبل فترة حكم السيد سعيد بن سلطان، وتطرقنا بداية إلى دوافع الرحلات الأوروبية وأيضا أهمية دراستها، كون الباحث العماني سيتعرف على العمانيين نفسهم وعن مدنيتهم وعن حضارتهم من خلال وجهة نظر أخرى آتية من الخارج. تعرفنا ما إذا كان هذا حديثا منصفا، وضيفتنا العزيزة قالت بأن بعض الحديث لم تكن منصفة وبعضها كان كذلك. أيضا تحدثنا عن كون هذه الكتابات مصدرا للبحث التاريخي، وهي بالتأكيد مصدر مهم. تحدثنا عن بداية هذه الرحلات الأوروبية والتي ربما انطلقت في القرن الخامس عشر الميلادي إلى شبه الجزيرة العربية والخليج، ولم تكن عمان وحسب هي التي حظيت بهذه الكتابات، إنما هناك مناطق أخرى في الخليج العربي حظيت بهذا الاهتمام وهذه الكتابة. تطرقنا إلى أبرز هذه الشخصيات، وربما بدأنا في المحور الأول الحديث عن الدنماركي نيبور الذي كتب الكثير عن عمان في رحلته إلى الشرق بالرغم من أنه لم يزر عمان. تحدث عن حكم الإمام أحمد بن سعيد، وأيضا تحدث في الكثير من الكلام الإيجابي عن أهل عمان. أيضا بعد ذلك ذهبنا للمحور الثاني فترة حكم السيد سعيد بن سلطان، والذي تحدثنا فيه عن كثرة الشخصيات التي وفدت إلى عمان في تلك الفترة، كون عمان أصبحت مستقرة سياسيا واقتصاديا ومدت إمبراطورية على جانبين آسيوي وأفريقي، وأصبحت منتعشة بشكل كبير مما استقطب الكثير من الاهتمامات بما فيها الرحلات الأوروبية. مهدنا للحديث وفصلنا عن شخصية الإيطالي الشيخ منصور الذي اسمه الحقيقي فيزيانزو موريزي، الذي مثلما وصفته ضيفتنا العزيزة أمل الخنصوري بأنه كان جاسوسا، والشاهد على ذلك أنه لم يستطع أن يتصرف حيال قطع رجله. هذه الشخصية التي أتت إلى بلاط السيد سعيد بن سلطان عام 1809، والتي بالتأكيد سنكتب عنها أو سنتحدث عنها في حلقات أخرى. هذا الرحال الذي تحدثنا عنه
فيزينزو موريزي. أيضا تطرقنا للحديث عن ويليام هيود الذي زار مسقط عام 1816 لمدة 6 أيام، وتحدث عن الجانب الاجتماعي في كتاباته وأصول السكان في عمان، كما أنه أعجب بالرومان العماني. بعد ذلك ذهبنا للحديث عن سادلر الضابط في الجيش البريطاني، والذي يبدو بأنه أتى في مهمة عسكرية كانت تملي عليه الحصول على بعض المعلومات الاستخباراتية، ولكن مهمته لم تنجح بالرغم من أنه حظي بحفاوة واستقبال واهتمام شخصي من السيد سعيد بن سلطان. أجمع جميع الرحالة من تحدثنا عنهم، الشيخ منصور، ويليام هيود، أيضا الضابط البريطاني سادلر، جميعهم أجمعوا على محاسن شخصية السيد سعيد بن سلطان، وتحدثوا عن تفاصيل هذه الشخصية المتسامحة المحبة المشرقة والمفكرة والمرحبة بالآخرين من جميع الأقطار والعرقيات. هذا جملة ما تحدثنا عنه مستمعي الكرام لهذا اليوم في برنامج من التاريخ العماني، رفقة ضيفتنا العزيزة الأستاذة أمل بنت سيف الخنصورية، الباحثة في التاريخ العماني، والتي صدر لها مؤلف بعنوان عمان في كتابات الرحالة الأوروبيين في القرن 19، وربما نجد المزيد من الإضافة في مؤلفها. كل الشكر بالطبع والتقدير للأستاذة أمل بن سيف الخنصورية على هذه الإضاءات التاريخية، شكرا جزيلا لك. في نهاية الحديث أقدم شكري الجزيل لشخصكم الكريم، وأيضا لمعد الحلقة الدكتور محمد الشعيلي. شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر والتقدير بالتأكيد للدكتور محمد الشعيلي على المجهودات التي يقدمها، وأيضا الشكر لكم أنتم أعزائي المستمعين على هذا التواصل المستمر من خلال برنامج من التاريخ العماني وحلقاتنا المستمرة مع تجدد معرفي وإثراء بإذن الله. إلى اللقاء في حلقة جديدة وذات الموضوع بإذن الله، روايات غربية عن عمان والسيد سعيد بن سلطان في الجزء الثاني. إلى اللقاء. الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. التاريخ العماني.